انا بقى ايه كل ويك اند لازم اجي لندن واكل الاكله دي، ما اقدرش اعدي ويك اند كمان. السلام عليكم مره اخرى، محمد الهادي يتحدث اليكم، بس المره دي من لندن. عمده مفيش وقت، يلا يا مان يلا عشان احنا متأخرين. يلا بينا هنطلع ناخد العربيه نخش على لندن بقى نشوف الدنيا فيها ايه كده. لسه مفيش اي بلان عامه، الموضوع جه كده يعني من دون تخطيط، بقالي شهرين بس عارف بقالي شهرين عارف، بس طبعا انا يعني بحبش اعمل بلانز قوي. هلو صباح الخير. سي هاي طيب ولا ايه؟ هاي صباح الخير. الدنيا هنا بتغرب الساعه كام؟ 4. الدنيا بتغرب الساعه 4 4 عشان تلحق تصوم كل ايامك. كده بقى ايه، ان انا طول ما انا قاعد هنا حاسس ان انا محتاجه اسوق. انا قاعد على الشمال كده. هنعمل النهارده طيب كامدن. اوكي ايه كامدن ده؟ فيها كانال ايوه واكل وناس غريبه، وبعدين كوفنت جاردن، ليستر سكوير، وبعدين ريجنت ستريت، ليستر سكوير. هو ليستر دي في سيتي اسمها ليستر اصلا صح؟ لا بس احنا نروح ليستر سكوير المنطقه، بعدين نروح بوند ستريت، اوكسفورد ستريت. لا احنا جايين نقضيها في الشوارع يعني. هي شايفه ان الجوله في لندن لو هتقعد يوم واحد ما تروحش الثياتر، يعني احسن تشوف لندن. لا طيب عشان طبعا الثياتر ده اللي هو المسرح يعني، عشان مش فاهم يعني الثياتر. احنا دلوقتي رايحين على كامدن ستريت. ده مصري ده؟ ده مصري اه. جبت خط؟ جبت خط. خط 2 جيجا بايت بكام؟ ب 10 استرليني. خط ب 10 استرليني؟ الراجل بيقول لنا ان الباب ده في كاونتر. انت كل ما تخش وتطلع بيعد. بيحسبوا عليه السيلز على عدد الناس اللي داخلين وطالعين، فانا كل شويه اطلع اصور طلعت ودخلت 5 مرات فاهم؟ مرتين كنا 10 عدد بس، فقال لي ما تطلعش وتخش تاني. يعني المكان ده من الاخر منطقه كده يعني موبوع. لبش بس قلبت تورست اكتر دلوقتي، قلبت زمان ما كانش حد عارفه خالص. ما هي اكيد قلبت تورست عشان الناس بتيجي تجيب منها حاجات ما تعرفش تجيبها من الحته الثانيه. صح دلوقتي بقى كل الناس يجيبوا حاجات من الحته دي. محتاج اجيب جلوفز. لو 12 10 ده كويس. وهتفاصل معاه للنص وهتكمل لفوق وتفاصل على الرقم اللي نزلته للنص ده. تشتري تيشيرتات، تشتري ميداليات، تجيب هدايا ب 2.5 كله من هنا. بس حسب عشان ما تقلبش صح ولا ايه؟ صح. اتقلبت هنا قبل كده؟ هنا هنا على اللوك ده سرقوا تليفوني مره. تليفونك ايه يعني؟ حد اخذ تليفونه جري يعني؟ جري خلاص. والعربيه بتاعتك اتسرقت كم مره؟ 6 مرات. That's why I wrote you a letter because you see I write so much. شايف الراجل اللي فوق ده؟ هو نفس الراجل ده. The world famous Camden Market and this way. مش عايز اعمل لك انترفيو يعني، يعني الحياه في لندن شخص زيك كده من اصول عربيه مصريه. والله لندن حاساها يعني بلد اسلاميه، حد بيستناني بقول كده. بلد اسلاميه بجد؟ ده عشان فيها مسلمين كتير ولا عشان ايه؟ عشان ممكن تاكل الحلال براحتك، تلبس الحجاب ما تلبسش الحجاب، تصلي في اي مكان انت عايزه، مفيش مشاكل. يعني مصر مثلا في مشاكل صح؟ يعني ما بتكلمش سياسه. يا لا مش كلام سياسه بقى. يعني الست دي محجبه ازاي؟ حد قال لها حاجه؟ دي محجبه؟ لا دخلته. من الاخر يعني كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. بالظبط. فدي حاجه مريحه، فما حدش ما بحسش ان حد ريسست خالص. ريسست يعني ايه؟ يعني ان هما بي عنصري يعني عنصري. حدش عنصري. صح. شفت الكاميرا طارت. يعني بصراحه زمان لندن كانت ريسست اكتر، دلوقتي لندن مش ريسست تقريبا خالص. انا بحس كده يعني لان الناس كلها حره واللي عايز يعمل حاجه بيعملها. ممكن يبقوا ريسست اندر كفر شويه لكن مش للدرجه. سواء اصلا اغلب الناس اللي بنشوفهم اشكالهم مش انجليزي يعني. بالظبط. نادر لما تشوف شكلهم اصول هنديه، اصول مصريه، اصول صح. دي حقيقه، دي حقيقه. مفيش يعني الانجليزي الابيض غالبا بيعيش بره
لندن. احنا لسه في كامزن والمكان ده يعني اكل الشارع من الاخر. اكل الشارع كله بطاطس وبرجر الاكل ده حلال بقى ولا ايه؟ اغلبه حلال. ليه الاكل حلال منتشر هنا؟ عشان في مسلمين كتير. كتير بس زمان ما كانش كده، بس دلوقتي يعني بقى سهل جدا تاكل حلال. فكرة ان انا مش عايز اشبع عشان عايز اجرب كذا حاجة، فهناكل برجر كده اي كلام وبعدين هو ده البرجر اي كلام. ماشي شاورما ده حواوشي. حواوشي انجليزي ده؟ حواوشي هندي. ايه اللي انت جايبه ده؟ شرحات لح. شرحات ده بياكل الورقة. حلوة ولا مش حلوة؟ حلوة. الجو برد قوي على فكره، يعني الجو مش برد قوي ولا حاجه. اتنين بس. ايوه اتنين بس عادي يعني ممكن تستحمله. انا عايز اكل. طيب الاكل المشهور هنا النودلز باللحمه او بالفراخ. دي تشاينيز ولا دي بين صوص؟ اه بس في ماليزيان وتشاينيز وتايلاندي وكده يعني. طب انا هجرب الاكل ده، مع ان الحمام هنا ما فيهوش شطاف والموضوع صعب جدا بالنسبه لي. ثينو ثيك ثيك تراي تو بوت ايفرثينج. يا شو انا بقى ايه، كل ويك اند لازم اجي لندن واكل الاكله دي. ما اقدرش اعدي ويك اند في لندن. حلو يا عماد؟ لا والله عليه يعني. وصلنا للنودلز. ايه بقى بس احنا نروح ناكل حاجه ثانيه، نجرب حاجه ثانيه. لندن بريدج يا جماعه اخيرا وصلنا. طب معلش سؤال بقى، وده النيل بتاعنا. طب اقول لك ايه، فين الراجل اللي بيقف 12 ساعه ده ما بيتغيرش؟ عساكر اه باكنجهام بالاس. لازم نروح بدري الصبح. How's the family? Kids all good? Yeah, everyone's fine. How's your family? What can I do for you? The Liverpool versus Man U. The Mohamed Salah one. I'll text you now. Yeah, no problem. Okay, I'll wait for you. صاحبت على البروكر. الراجل حاسه بقى يعني بيسأل على العيلة عنه وكده. فالموضوع يعني الراجل بدأ يفكر فينا بقى مش كزبون يعني. هو عايز يخدمك. احنا بنتكلم على تيكت ماتش محمد صلاح. احنا كنا في 150 يا جماعة، الراجل طلع 300. في ضيف جديد معانا محمد خالد. انا عايز بس انا بصور دلوقتي عشان اقول لك. كنت عايز اقول لك حاجه، ان احنا عدينا في الكوبري ده تقريبا دي المره الرابعه. بس انا دي المره الرابعه عندي. قد ايه صعب الركنه؟ احكي لهم، خلي الرئيس يسمع الفيديو ده. الرئيس مين؟ ما الناس في لندن بتعمل ايه؟ طيب هو ده غلط. هو المفروض الناس بتركب عادي اندر جراوند، تركب عربيه زي ما انا عملت كده وتركب اندر جراوند 10 دقايق بتبقى في سنترال لندن، بعد كده بقى تلف بقى على جريك. ده عشان الحر. الساعة بدلة. لا لابس بنطلون بدلة سبايدر مان. دي البدلة الثيرمال دي بقى بيلبسها تحت اللبس كده زي الكلسون. علشان ايه؟ عشان الساعة. طبعا جايين هنا في الوقت قبل الكريسماس، فيعني في احتفالات انا وعماد وديكورات وحاجات كده يعني مش موجوده في اي وقت تاني. دلوقتي بما اننا اكلنا ستريت فود عايزين ناكل حاجه تانية. فالناس اللي في لندن بقى تقترح عليهم في تشيكيتوس. ده تشيكيتوس ده في مكسيكان فود. انت بتحب المكسيكان شكلك؟ عادي والله، بس مع الساعه فلازم تفهم تبقى حاجه سبايسي كده. وفي ستيك كونكو اللي بتطبخي اون ستيك؟ لا مش عايز. شاطر. مين احنا نطبخ الستيك ده؟ حلو في التصوير بس مش حلو في الاكل. عايزين ناكل. احنا فين بقى كده؟ احنا دلوقتي دخلنا ليستر سكوير، من اقدم الاماكن في لندن. ايوه مشهور بالكازينوهات وال والمطاعم. بس الحاجات الاشكال بتاعت الكريسماس والكلام ده طبعا ده طبعا دلوقتي، بس بعد كده الحاجات دي تبقاش موجوده طبعا. الوقت ده من احسن الاوقات في لندن عامه. ديسمبر طبعا احسن وقت. بس لسه الكريسماس كده دي يعني دي الاشكال ولا في حاجات بعد كده؟ اوكي هي ديت اللي تفضل بقى طول الكريسماس. اه خش نتفرج ونطلع ناكل. مكسيكي تشيكيتوس ده
مطعم مكسيكان. ايوه سبايسي سبايسي زي ما انتوا شايفين كده. محمد اهو. انا طبعا عشان انا يعني بتاع ريفيو اكل وكده. سبايسي ها زي صوص الكشري. والله طعمها عامل زي صوص الكشري. احنا هناكل حاجه ثانيه النهارده ولا هناكل فيها كتير لسه نازل ضيع نوع الاضاءه. بقول لك سيف سيف ذا انفايرمنت. ورق مش بلاستيك عشان قال لك البلاستيك بتقعد كام الف سنه ما دي عشان سيف ذا انفايرمنت. الله عليك. هتسيبهم احنا هنسيب الانفايرمنت ونتقابل بعد ما نمشي من المطعم. طب خلصنا اكل دلوقتي احنا طالعين رايحين مشوار كده لمكان معين بس قاعدين على تشاينا تاون. الفيديو يعني هو حاسس ان انا بعمل فيديو عن الاماكن بصور الاماكن اكتر ما بتكلم علشان في حاجات كتير قوي. ايه تشاينا تاون دي اصلا؟ يعني تشاينا تاون وبرضه بحس ايه يعني فيها ايه يعني ناس تشتري لبس مثلا؟ لا لا مش لبس كله اكل معظمهم اكل دك لان هم مشهورين بالدك. دك ده اللي هو البط يعني كده. خلاص تعال نخش نتفرج. يعني هو التصوير الصبح يبقى احلى بكتير بس هنجرب نصور كده النظام. هي هي دي بقى الداكس بقى. هي دي بقى الداكس. هو انتوا مش ملاحظين انتوا واقفين قدامي؟ طب صورني مش عارف اصور يعني. طب صورني. ريجنت ستريت عامل زي مصر الجديده. حاسس ان انا ماشي في كوربا وطبعا ماشي مخالف يعني تقريبا احنا الوحيدين اللي ماشيين في نص الطريق اصلا في عربيه يعني. طبعا الزحمه دي عشان شارع اوكسفورد ستريت صح؟ شارع اوكسفورد ستريت الاثنين. الفكره بقى ان الساعه دلوقتي 6 المغرب هنا تقريبا من 4:30 يعني فالدنيا ليلت بدري قوي. اليوم النهارده كله ماشي في شوارع كده قاعدين بنتفرج وبكره هيبقى في ليدز ان شاء الله او البكره اللي هو ده يعني الفيديو اللي جاي يبقى في ليدز بعده اما ليفربول يا اما لندن لسه مش عارفين حسب هنعرف نجيب تيكت للماتش ولا لا. بس احنا دلوقتي رايحين مكان علشان استعد لسفريه ليدز بكره. انا لازم اجيب شويه حاجات كده تدفيني عشان بكره الدنيا مطره قوي 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 وسقعه واعاصير وحاجات كده يعني. فرايحين التوحيد النور بتاع توحيد النور بتاع ايه توحيد النور بتاع انجلترا بتاع لندن برايم مارك. ايه بقى قصه المكان؟ سو مستر هاري سوفريدج كان عامل المكان ده واول واحد يعمل طريقه الديسبلاي اللي هو يبقى فيه ازاز صح؟ ايوه صح ازاز واللبس والكلام ده صح. وناس كتير تعمل لبس كاستم ميد او يعني تفصيل. ايوه ده ارخص من ان هم يروح يشتروا بره يعني حاجه راقيه اه ان هم يعملوا كده. ده كان قبل ما اصلا بيبيعوا لبس في المحلات ما كانش في كونسبت اوف انك تشتري لبس من محل يعني مفيش حاجه اسمها تروح تختار حاجه معموله اوريدي وتشتريها وكده. كل حاجه لازم تتعمل على مقاسه فكانوا مخصوص يبقوا يعملوا فمش ارخص. المكان ده كان مكان راقي اهو فهو مفتوح بقى سنه كام؟ وصلنا عند وينتر وندرلاند. الفيديو بتاع النهارده خلص. لو عجبك الفيديو ده اعمل كومنت حط لايك ودوس سبسكرايب وتحب نتكلم عن مواضيع ايه في الفيديوهات الجايه. نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. اف اف